صباح الخير. تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. يترافق هذا المنخفض الجوي بعبور لجبهة هوائية باردة خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال ساعات الصباح المتأخر انطلاقا من المنطقة الشمالية ثم المنطقة الوسطى ثم المنطقة الجنوبية تدريجيا خلال ساعات الصباح المتأخر كما ذكرنا وخلال ساعات الظهيرة، وبالتالي الطقس يتحول تدريجيا للبارد والمطر والعاصف، أيضا تتساقط حبات البرد وأيضا بعض الثلوج فوق القمم الجبلية العالية لفترة قصيرة خلال ساعات الظهيرة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث يكون الطقس بشكل عام بارد ماطر مع تساقط البرد 7 درجات مئوية الملموسة 3، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة مع حبات قوية. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أيضا تكون الأجواء ماطرة مع تساقط البرد في إربد 8-7، عجلون 7-4 نفس الحرارة في جرج، والمفرق 10-5 درجات مئوية. المنطقة الوسطى أيضا ما يكون طقس ماطر مع تساقط البرد في كل من البلقاء مأدبة وعمان، عمان 7-3، البلقاء 7-5 نفس الحرارة في مأدبة، الزرقاء 10-3 مع طقس ماطر ورياح نشطة، البحر الميت 19-14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك 9-2 مع طقس ماطر مع تساقط لحبات البرد، طفيلة طقس ماطر وأمطار مخلوطة بالثلوج 4-1 مئوية فقط نفس الأجواء في الشراه، معان 9-0 والعقبة 20-9 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية تكون الأجواء عاصفة بشكل عام، رياح قوية هبات قوية، أيضا طقس مغبر، الأزرق 12-5، الصفاوي 11-3، ورويشة 13-3 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.